انا نفسي افتح عربيه فول بالفليفرز. بنت عريان نفتح عربية فول، فكان كله بياخد الكلام ها وكده. انا هاخد منك بخمسة جنيه فول. فطلعت الموبايل قلت له ممكن اصور حضرتك؟ قادرين على التحدي والمواجهه كده كده. حاليا فتحت عربيه فول. هي عربيه سحور، فيها كل اصناف اللي موجوده في عربيه الفول في اي حته. اسمي عبير حمدي ابراهيم، اسم الشهرة بتاعي بيبو، خريجة علوم سياسية دفعة 2020، وحاليا فتحت عربية فول. انا وسميه اصحاب من اولى ثانوي من 2012، فكل واحد فينا على الرغم ان احنا كل واحد فينا دخل جامعة مختلفة وكلية مختلفة، بس احنا فضلنا اصحاب واقرب اتنين لحد دلوقتي. انا بحلم بالعربية دي من ايام ثانوي، كان حلم الطفولة بقى بالنسبة لي، اللي هو انا نفسي افتح عربية فول بالفليفرز. كان كنت يعني ايه فول بالفليفرز اصلا؟ انا هخترع فول بجميع النكهات. وقتها يعني 2012 2013 ما كانش في حاجه اسمها فول بالنكهات، ولا كان لسه طالع اصلا حتى الفول بالسجق والحاجات اللي هي منتشره دلوقتي، ما كانش في وقتها اصلا الكلام ده. طبعا كنت كل ما اقول لحد اللي هو لا انت بنت يعني ايه نفتح عربيه فول، فكان كله بياخد الكلام ها وكده. بس دلوقتي حاسه ان لا، يعني جه الوقت بقى ان احنا ناخد فيه الخطوه ونتشجع نعمل حاجه. احنا بقالنا فترة كبيرة بنحاول ان احنا نفكر في فكرة مشروع، حاجة نكون بنحبها عندنا شغف ليها، حاجة خارج عن روتين الشركات العادية، الشغل التقليدي الروتيني، الحاجات زي كده. كنت خايفة منها، اني عارفة اني هواجه يعني رفض كبير من المجتمع، اللي هو يعني ايه بنت وهتقف على عربية فول والكلام ده. بس الواحد قال ايه، احنا هناخد التجربة ونشوف، مش هنخسر حاجة في الاخر. يعني احنا انا باسمنا جربنا وحققنا حلم احنا بنتمناه من زمان. بقى لنا شهرين مثلا بدانا نخطط فيها، خدنا الخطوات ان احنا بدأ اول حاجه ندور على عربيه فول اصلا. اول ما حاجه اشترينا عربيه غيرنا شكلها خالص، غيرنا الديكور بتاعها ودهناها، عملناها شكل فلافي شويه. يعني اشمعنى عربيه فول؟ عربيه فول لان دي اكتر حاجه ما بيختلفش عليها اتنين، ما فيش حد في مصر ما بياكلش فول، هي الوجبه الاساسيه لينا كلنا. احنا يمين شمال كبير صغير، يعني احنا اول حاجه بناكلها الاطفال، يقول لك الطفل مثلا عنده 3 شهور ابداي اكليه حاجه بسيطه، تلاقي مامته طول واحد ماكله فول. فدي حاجه اساسيه. اول يوم نزلنا في الشارع كنا مرعوبين، مش خايفين، متوترين جدا. حطينا العربيه وفضلنا واقفين جنبها كل شويه، ولا هي نطلع نقف على الكرسي فوق ولا نعمل ايه دلوقتي؟ هو احنا المفروض نقف؟ فالناس معديه بتبص بس، ولا احنا المفروض نقف وننادي على الناس ولا هم يجوا؟ بدات الناس تعدي، اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ بنعمل عربيه فول. مين اللي بيعرف فول؟ مين اللي هيبيع فول؟ نقول واحد انتوا عاملين عربيه فول. بقت ناس تبص يمين وشمال، بدانا لو احنا مش عارفين نجمع الناس مبسوطه ولا متضايقه ولا مستغربه ولا يعني ده رفض ولا اعجاب. انا فاكره اول زبون جالي عايز، طيب انا هاخد منك بخمسة جنيه فول. فطلعت الموبايل قلت له ممكن اصور حضرتك؟ اول خمسة جنيه من عربيه الفول كانت احلى خمسة جنيه انا محتفظه بيها لحد دلوقتي. انا اصلا بشتغل من 2015، اشتغلت في اماكن كتير، اخر حاجه بشتغل في شركه محمود، ما زلت فيها لحد دلوقتي. بشتغل فتره الصبح، باجي على العربيه بالليل، ف حاجه ضغط شويه بس ضغط حلو. عارفه انت الضغط اللي بتعمليه بشغف عشان حاجه انت بتحبيها او حاجه حاسه انك عايزه تعمليها فعلا. سر اسم العربيه، انا اسمي بيبو، قليل قوي من الناس اللي تعرفني انت تعرف ان اسمي عبير اصلا. فبيل اللي هو بيبو، و اتش اي شيماء شركتي وصاحبتي وانتمتي. احنا قعدنا فتره كبيره على ما نحاول اصلا ان احنا نجمع اسم من حروفنا يليق عليها، فلان اسم بيشا اسم سهل على اللسان وبيتقال في حاجات كتير، ممكن حاجات ملهاش علاقه بمجال الاكل او مجال الفول، بس هي حاجه بتعبر عني انا وهي. احب اقول لكل البنات اللي عندهم فكره وحاسين ان هم لا مش هيعملوها عشان احنا بنات والمجتمع عرفوا ده، لا، الوضع اتغير كتير، حصل عكس خالص اللي احنا كنا متوقعينه. كنا متوقعين رفض جامد جدا وتنمر وتريقه والكلام ده، ده ما حصلش اطلاقا. الناس الاول كانت مخضوضه من الفكره، بس مع الوقت بدات احس ان لا، الناس مبسوطه، بالعكس بقى يشجعونا ويدعمونا. صيب بنات، البنات بقت اللي هو ايه ده، بنت عملت حاجه؟ لا، حتى شفت في الكومنتس كتير عندنا بنات كتير كان عندها افكار مش عايزه تعملها عشان خايفه عشان هي بنت،
بيمنشنوا بعض، بتقول لها شفتي في ناس هي بتعمل حاجه مختلفه، ممكن احنا كمان نعمل مشاريعنا ونعمل الحاجات الغريبه اللي احنا بنفكر فيها. اول ما عرضت الفكره على اهلي بصوا كده اللي هو لا، ماما قالت لي طب انتي لو عايز تعملي مشروع افتحي سوبر ماركت وهتوفي فيه برضه وهتبيعي حاجات وانت قاعده وهتكسبي برضه. قلت لها الفكره مش في المكسب، الفكره ان انا عايزه اعمل حاجه بحبها، لان كانت ردود الافعال اللي هو مستحيل تعملي كده، انت اصلا مش تقدري تعملي كده، دي حاجه صعبه جدا، المهنه دي محتاجه مجهود ومحتاجه تتعلمي حاجات كتير، محتاجه وقفه ووقت. فلا حسنا ان لا خلينا نخوض التجربه دي سوا، وانا وهي بنشجع بعض، احنا يعني من زمان حابين ان انا وهي نكون بنعمل حاجه عمليه مع بعض. البنات دلوقتي بقت تقدر تعمل اي حاجه فعلا، هو مش لا مش هفتكر، وانا بقيت متاكده من ده، لان هو ده الواضح، البنات دلوقتي بتشتغل كل الشغلانات، يعني هتلاقي دلوقتي بنات بتسوق تكاسي وميكروباصات، بتشتغل كل حاجه. فلا نقدر، وادينا اهو احنا كمان قدرنا الحمد لله. احنا قررنا في الاخر ان احنا هنعمل اكل بجوده ايجيبت باسعار مصر. يعني عايزه اقول في الاخر اني فاينلي حققت حلم الطفوله، حلم 9 سنين او 10 سنين اهو، ومش مستوعبه لحد دلوقتي ان احنا على عربيه الفول. احنا الحمد لله بقى عندنا زباين كتير لطاف جدا، مش زباين ما اقدرش اقول عليهم زباين، بس اقول عيلتنا الثانيه اللي بتدعمنا. واهم حاجه مستنياكم كلكم، والمكان مش هيكبر غير بيكم، ودعمكم بيفرق معانا. هستناكم تنوروني كلكم. انا اسمي شيماء وانا ليسانس اداب فلسفه، ودلوقتي بعمل دراسات عليا في التربيه الخاصه. الفكره جت لنا ازاي؟ هي ما جاتلناش مره واحده، يعني هو في زمان لما كنا بناكل عربيات فول فكنا عايزين نعمل حاجات مترقعه، اللي هو عايزين نعمل حاجه بتاعتنا يعني. فكنا بنفكر في نعمل عربيه فول بالحاجات الافتكاسات اللي هي زي طبق فول بالسجق، طلب فول بالمش عارفه ايه. فبس يعني خلاص كنا بقى دلوقتي كنا في دراسه وحاجات كده، فخلاص يعني نسينا الفكره يعني. بعد كده دلوقتي لقينا ان ما احنا في رمضان، ما يلا نجرب، بس نجرب دلوقتي فول عادي لحد ما نشوف هنعمل ايه وهنتطور ازاي يعني. احنا ظبطنا قبل رمضان، هو تقريبا الشهر قبل رمضان ده كله كنا بنظبط فيه، بس فعليا من النص الشهر، من اخر نص شهر شعبان كنا بنظبط فيه، لان احنا كنا لسه مترددين اذا كنا نعملها او لا. دلوقتي البنات بتعمل حاجات كتيره قوي ما كانوش بيعملوها، ففكره ان احنا ننزل نعمل عرضه هي فكره جديده قوي بالنسبه للي دلوقتي موجود. يعني ان احنا متوترين الناس هتقول ايه، فالواحد كان عنده مشاعر متضاربه، بس يعني فيعني بس دلوقتي لا، دلوقتي الدنيا لطيفه اكتر يعني، احنا الخوف اقل بكتير يعني، قادرين على التحدي والمواجهه كده كده. اعملي اللي انت عايزاه، انزلي جربي يعني، التجربه ما فيهاش مشكله، وكل الحاجات اللي انت فاكراها هتحصل هي مش كلها هتحصل، دي تخوفات وخلاص، انزلي جربي بعد كده احكمي. انا قلت لهم قبل رمضان بيوم تقريبا، قلت لهم ان انا هفتح حراميه فول. ماما قالت لي ايه ده، هتفتح حراميه فول وبعدين لا تخسري. بابا قاعد كده ساكت، حسيت ان هو مش واخدني بجديه خالص، اللي هو عادي كله كلام وخلاص. بس اتفاجئ بقى فعلا لما قلت له انا هفتح النهارده، صراحه شجعني وقتها يعني لما لقاني بتكلم بجد. اغرب موقف حصل لا، هي الناس بس بتيجي بتسال هو ايه ده، وبعدين انتوا اللي عاملينها، وبعدين بس فبيسالوا بيتقصوا كده مين وبتاع، وبيبداوا يسالوا اكتر، بيسالوا عن اسمنا. فاغرب مفيش اغرب، بس هي الناس بدات تيجي علشان تشوفنا احنا بنعمل ايه هنا. احنا بنروح الشغل وبعد كده بنرجع، وبعدين بنشوف بقى اذا كان في طلبات محتاجين نجيبها، اذا كان خضار او النواقص عامه بنشوفها ونروح نجيبها، بنرجع يا نحطها، او بيكون في جزء منها، في جزء منه بناخده معانا البيت عشان نجهزه، اذا كان مغنوج او اذا كان باذنجان مخلل او اذا كان جبنه بلوطه، في حاجات بنجهزها في البيت بنجيبها هنا. في حاجات تانية بنرجع تاني بعد الفطار بنكمل تجهيز هنا، بعد كده بنبتدي نفرش العربية. عندنا فول، طعمية، بطاطس، عندنا باذنجان بأنواعه، إذا كان بابا غنوج، إذا كان مسقعة، إذا كان مخلل أو مقلي، في بطاطس مهروسة، في بيض، في بيض أومليت. هي عربية سحور، فيها كل أصناف اللي موجودة في عربية الفول في أي حتة. إحنا كنا خايفين ما نكسبش، أو خايفين إن إحنا نضيع فلوسنا على الفاضي، بس أول يوم كان المكسب ما كانش كبير قوي، بس ايا كان اللي طلع تقريبا كان طلع حاجات بسيطه جدا يعني، بس كنا مبسوطين قوي ان احنا كنا خايفين اصلا ان ما حدش يجي يشتري منا حاجه يعني، لا كنا مبسوطين جدا جدا يعني. اول حد دعمني
كان اصدقائنا، هو مش حد واحد بس، هو كذا حد الصراحه. ولا هم دعمونا جامد يعني، والبيت عندي كمان دعمني بعد ما خد الموضوع بشكل جدي يعني. وقفت العربيه حسيت ان انا بقيت شجاعه اكتر يعني، شجاعه، وحسيت ان المخاوف اللي في دماغي هي مش كلها حقيقيه، وحسيت ان الشارع بسيط جدا وسهل جدا، والناس العاديه بتاخد وتدي معانا وبنتكلم، فحسيت ان الدنيا لطيفه وسهله مش زي ما كنت متخيله. انا نفسي الشهر ده يخلص كده واحنا برضو يعني مشروعنا ناجح والناس بتشهد وتحكي وتتحاكي عن اكلنا برضو. انتوا لازم تيجي تنورونا بجد يعني، مش بس عشان انا هنا في العربيه، احنا اكلنا يعني جميل جدا. تعالوا نورونا وانتحروا معانا وهنبسطكم.